عمليات بحث واسعة وتشخيص في مواقع بحرية وبرية يقوم بها فريق المختصين في علم الآثار لاكتشاف قطع أثرية بموقع إنجاز مشروع الميناء التجاري بالحمدانية في شرشال. عمليات أسفرت عن اكتشاف 23 مدفعا. العمل الذي نقوم به يدخل في إطار الميناء الكبير بالحمدانية في شرشال، وبحكم غنى المنطقة بالآثار التاريخية نحن نقوم بعمليات البحث والتنقيب لاكتشاف قطع أثرية سواء في البر أو في البحر. وقصد المحافظة على هذه الكنوز الثمينة يعمل المختصون منذ 29 من شهر أكتوبر المنصرم في إعداد بطاقة فنية لكل موقع وتحديد قيمته التاريخية. D'après la première invocation et l'identification, ça doit être le premier. بهذا الموقع الأثري وجدنا معمل قديم ومزرعة رومانية، وقد تمكنا أيضا من اكتشاف ثلاثة مواقع رومانية أخرى من بينها حوض روماني كان يستعمل كمعصرة لزيت الزيتون بطبيعة الحال في العهد الروماني. سنواصل هذا العمل، وإن وجدنا صعوبات تشكل خطرا على المواقع الأثرية سنضطر إلى تغيير المكان حفاظا على هذا الإرث التاريخي. مهمة وقائية تعد الأولى من نوعها تأتي قبيل إنجاز مشروع ربط الميناء بالطريق السيار، والذي من خلاله تم العثور على العديد من القطع الأثرية التي تعد جزءا من ذاكرة الجزائر.